اليوم إن شاء الله حنحكوا على السامبلينج how and how many، يعني كيف نحسبوا السامبل سايز وكيف نختاروا الممثلين السامبل هذه من وسط البوبيليشن اللي حندرسوها. هذين الأوبجكتيفز بتاعنا، حاولوا خلال التو أورز هذين نغطوا حوالي السبعة learning outcomes، the intended learning outcomes. حنبدأ بالترمينولوجي قبل باهي. في عنا three terms ندرون definition قبل لأن هن اللي أساس الفكرة. في عنا term population، عندنا sample، وعندنا statistical inferences. شنو معنى كل ترم؟ شنو هن البوبوليشن؟ people's at risk، يعني هيك كأنك تفترض بأن احنا ندرسه بس في الرسك، لكن انت ممكن تدرس اشياء غير الرسك، فمعناها ماهيش people at risk. study population بما انت هم شنو البوبوليشن؟ اها، اما ناس عندهم similar characteristics. اوكي، شنو اخرى؟ اللي بتدرس. اوكي، وات ايلس؟ similar disease اللي هي similar characteristic. انت محمد قلتوا نفس الشيء، انت قال risk، انت قال disease، انت محددته حاجه واحده بس انت مش ضروري تدرس في risk، مش ضروري تدرس في disease، ممكن تظهر في تدرس في ظاهره، تاخذ في راي opinion، تاخذ هاي population هاي تدرس في الopinion بتاعها، هذا له risk ولا هو disease، فهي characteristic، مواصفات معينة فيها، مواصفات معينة انت تبي تدرسها. population هو the entire collection of individuals or measurements that possess at least one basic defined characteristic، على الأقل في حاجة مشتركة بينهم، ممكن يكون أكثر، about which information is desired، وانت تبي تعرف معلومات عن المجموعة هذه من مش ضروري ناس، لأن البوبوليشن مرات تكون انت بتاخذ سامبل، يعني لما بدي يديروا بتاعين مثلا هذوما بتاعين اللي في المينا ياخذوا في عينات من المواد الغذائية والله من الأدوية باش يحلوهن، هم ياخذ هو الدراسة بتاعها للشحنة اللي جاية، هذه هي البوبوليشن، العشر حاويات هذين هن البوبوليشن، انا بناخذ منهن عينه عشوائيه، فمش ضروري بني ادم، مش ضروري انسان يكون البوبوليشن، صح انا ترجمتها الحرفيه هي شعب والله جمهور ولا بوبوليشن، بس مش هذا المقصود بها، هي هو الانتاير كولكشن اوف انديفيديوال اور ميجرمنتس، انديفيديوال معناها ناس، اور ميجرمنتس حاجه تبي تقيس، قد يكون شيء اوبجكت وقد يكون سبجكت. اوكي، واضحة الفكرة هنا ولا لا؟ تمام. بس شنو السامبل؟ هو number of cases، هو جزء من كل، هو جزء من population. اوكي، السامبل طبعا احنا لو بدرسوا البوبوليشن كلها هذا يسموه سنسس، تعداد، يعني انت لو تبي تشوف عدد سكان ليبيا تبي تعدهم نفر نفر، صح؟ هذا يسموه سنسس، تعداد. لو بتشوف مدى انتشار ظاهرة معينة في ليبيا مثلا، لو انت خذيت عدد السكان كلهم ودرستهم نفر نفر حيسموه سنسس، باهي؟ لكن this is not practical. It's often impossible to collect information from the entire population because of size of population. ما اللي يقدر يفحص 7 مليون نفر نفر نفر؟ قد تكون population صغيرة تقدر تدرسها كلها. تقول لا أنا بنشوف مثلا متوسط الوزن في طلبة كلية طب، ممكن هذوم عددهم شويه نقدر نوزنهم كلهم، هنا نقدر ندرس البوبوليشن كلها، ولكن اليوجوال ان البوبوليشن بتاعك ضخمه
بالآلاف، بالمئات الآلاف، بالملايين، وبالتالي يستحيل أنك تدرس البوبيليشن كاملة. فالسايز أوف بوبيليشن يمنعك أحياناً من أنك تدرسها كلها. التايم ليميتيشن، مرات أنت تقدر بس تأخذها شهور ولا سنين باش تكمل، وأنت ما عندكش الترف بتاع الوقت هذا. أو الكوست، أحياناً تقدر حتى نين، لكن تول بي كوستي، هتخسر. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. هتخسر ملايين على شيء أنت كان ممكن تديره بقيم حاجة قيمتها ألف. فمرات الكوست يمنعك، ومرات المان باور، حتى الإمكانيات البشر المتوفرين عندك باش يديروا الشغل هذا يمنعك. ويوجوال هذه السيتويشن في أغلب الحالات في فاكتور أو أكثر من هذين موجود، وبالتالي it is unusual to study the whole population. unusual أنك تدير census، حتى التعدادات السكانية ما يدروش فيهن عادة بالطريقة الكاملة، عادة يدروا فيهن sampling. باهي، وبالتالي جت السامبل هنا هي اللي تحل لنا المشكلة هذه. السامبل is a subset، يعني جزء of the population selected for the study. أنا حنختار ما دام طالما اتفقنا أن البوبوليشن، سلام الله الله، طالما اتفقنا بأن دراسة البوبوليشن as a whole most of the time is not possible because on one of these factors، يبقى الحل العلمي اللي ندار باش نقدروا نديروا دراسات هو أن ناخذوا سامبل. السامبل هي شنو؟ هي subset of the population selected for the study، ونعتبروها تمثل البوبوليشن. تمام، شنو معنى statistical inference؟ statistical inference، ايوه، استدلال احصائي او استنباط احصائي، هذا translation. لكن what does it mean؟ هو احنا مش قلنا مش هندرس البوبوليشن، قلنا هندرس سامبل. عكس نتائج السامبل على البوبوليشن هذا يسموه statistical inference. ان نقول بما ان نسبه مثلا الاوبيزيتي في السامبل بتاعي كانت 20%، اذا نسبه الاوبيزيتي في البوبوليشن كلها اللي انا اخذت منها السامبل 20%. هذا استدلال. لما يقول لك انتشار مرض السكر في ليبيا حوالي 15%، هل معقولة احنا حللنا السكر للسبعة مليون ليبي؟ ما صارتش. بكيف عرفوها؟ في سامبل واتخذت وندار عليها ستدي وطلعت في السامبل 15%، and we presumed ان البوبوليشن حتى هي الظاهرة فيها 15%. هذا يسموه statistical inference. يبقى أنا عندي population نأخذ منها sample، ندرس sample، النتائج تطلع في sample نعكسها على population. يبقى statistical inference is the process by which we obtain information about population from samples. Okay, three terms هذين تصبحن واضحات: population والsample والstatistical inference. لو تخيلنا ان هذه population عندنا، باهي هذوم التارجت population، الظاهره اللي ندرسها في البوبوليشن نسموها بارامتر. مثلا لو بنعرف المين بلاد بريشر في الكوميونتي كم، متوسط ضغط الدم، هذا ما دام نحكي على البوبوليشن يبقى هذا نسموه بارامتر. طبعا قلنا احنا we cannot study the whole population because of the limitations اللي حكينا عليهن، التايم والكوست والبيج سايز بتاع البوبوليشن والليميتيشن بتاع الباور اللي عندك. بالتالي ما فيش حد عادة يدرس في البوبوليشن as a whole، usually we select a sample. يبقى هذه اللي حنديروها احنا، because we cannot study the whole population we select a sample، نسموها study sample، and we study the phenomenon
within the sample. البارامتر اللي بندرسه في الـ في الـ في البوبوليشن لما ندرسه في السامبل يتغير اسمه يقدر اسمه فاريبل. اوكي والنتيجة اللي تطلع لي هنا في السامبل لما نعكسها على البوبوليشن نسموه انفرنشيال ستاتستيك. اوكي بيش نقدر انا ندير انفرنشيال ستاتستيك بيش نضمن بان النتيجة اللي في العينة نقدر نعممها على البوبوليشن؟ يبقى السامبل لازم يكون فيها تو كرايتيريا توفر فيها. الأولى لازم تكون ريبريزنتيف، لازم تكون ممثلة، والثانية لازم تكون اوف انف سايز. يعني لو العينة بتاعك حجمها اتس نوت انف، أو العينة ما هيش ريبريزنتيف، أو الاثنين معا، الريزلتس اللي حتطلع في السامبل you cannot generalize it to the population. ما تقدرش تدير statistical inferences. ولذلك إذا كان إحنا قلنا إن تقريبا كل دراساتنا معتمدة على samples، صح؟ يبقى تقريبا كل النتائج بتاعنا ما لم تكن السامبل بتاعنا of proper size and representative كل الريزلتس اللي قاعدين نطلعوا بيهن ار يوزلس ما لهمش قيمه. تلقى واحد يقدر الدراسه واثبتت انها 10% ولا 20% باهي ويبدا يحكي خلاص ان هذه هي القاعده وهذه نتيجه بحث. ترد لازم هذيك الميثودولوجي هنا مهمه. سامبل سايز استيميشن، سامبل سايز استيميشن وسامبل سيلكشن هن الباك بون بتاع صحة الدراسة أو صحة نتائجها أو لا. تمام؟ لذلك هذا اللي بنحكوا عليه تو. احنا اليوم جايين هنا باش نحكوا نعرفوا كيف نعرفوا السامبل سايز وكيف نعرفوا السلكشن بتاعها كيف يكون. شو اسمه السامبل تونجي تونجي سميث تونجوها بعدين. اوكي؟ يبقى احنا محتاجين نديروا سامبلينج. اهي؟ The primary objective of sampling is to create a subset of population whose center, spread, and shape are as close as that of population. يعني العينة اللي بنخلقها لازم تكون تقريبا مستحيل تكون 100% طبعا لكن as close بقدر الإمكان مطابقة للpopulation. من الناحية الإحصائية كيف نعرفها؟ لو أصلفوضي أي. وفينا ضي بس مش بقى. أوكي. لو خذينا لو هذه هي البوبوليشن الكيرف هذا يمثل البوبوليشن تمام؟ أنا نبي ناخذ عينة هي السامبل بتاعي. أوكي؟ العينة وكأنها مينياتشر للبوبوليشن كأنها تصغير باهي للبوبوليشن هذا هي إحصائيا تمثلها في شنو؟ في المين وفي ستاندرد ديفيشن اللي هو قلنا السنتر وسبريد باهي المين وستاندرد ديفيشنز والشيب. حتى لو كان البوبوليشن بتاعي ما هيش نورمال ديستريبيوتد لو كان البوبوليشن بتاعي هي سكيود للرايت ولا للليفت حتى العينة لازم تكون كيفها سكيود للرايت ولا للليفت من الناحية الإحصائية بش تكون العينة ريبريزنتيف. طبعا أنا مش هنقدر نعرفها لأني أنا ما عنديش البوبوليشن قراءاتها بش نقيس بيها أنا أصلا بنكتشف قراءات البوبوليشن وبالتالي ستبز اللي حندرون توا بش نضمن بشكل أنا من غير ما كنت نعرف إن العينة بتاعي تطلع شكل هيك المين بتاعها يطلع هو المين بتاع البوبوليشن وبالتالي نقدر ندير لها جنراليزيشن والستاندرد ديفيشن ذا سيم. اوكي السامبلينج قلنا عندنا السامبل سايز والسامبلينج ميثود هذين هن الحاجتين اللي حيحكمن هل السامبل فعلا ينفع اني نعتمد على نتائجها وندير بها انفرنشال ستاتستيك او لا. حنبدأ بالسامبل سايز استيميشن. السامبل سايز اهميتها الباور بتاع الدراسه مبنيه على السامبل سايز
study power refer to the ability of a study to detect a true difference. خلينا ناخذ مثال. تخيل احنا خذينا عينة من population معينة بندرس فيها ظاهرة. خلينا نقول مثلا مدى انتشار مدى انتشار مثلا مرض السكر. باهي cross sectional study بنشوفه the prevalence of diabetes in a certain population. باهي لو احنا عارفين من قبل من دراسات سابقة ان والله او سواء دراسات سابقة عنا او دراسات في دول اخرى ان the prevalence بتاع الدايابيتس مثلا حوالي 10%، تمام؟ يبقى انا كم حنحتاج سامبل سايز باش نكتشف البريفالنس؟ 10%، يعني ممكن ناخذ 100 انا حيطلع فيهم 10 صح؟ ممكن ناخذ 200 حيطلع فيهم 20 اللي هي 10%، كنا ناخذ 300 باهي. باهي لو انا خذيت 1000 والله 10,000 والله 100,000، هل انا محتاج الرقم هذا؟ لو خذيت 100,000 باش ندرس عين باش نطلع البريفالنس اوف دايابيتس، دو وي نيد ذيس نمبر؟ في الغالب لا. اذا كان البريفالنس عاليه اساسا، باهي الفريكونسي عاليه، انت مش محتاج اللارج سامبل تو ديتكت ات. وانك تاخذ لارج سامبل فانت بالطريقه هذه يو ار ويستنج الريسورسز، باهي عالي حاجه نقدر نجيبها ب 100. والعكس صحيح، تخيل لو ندرس مدى انتشار الهيومن تي لينفوسايد فيروس في الكوميونتي اللي هو مثلا في العالم معروف ان مدى انتشاره ممكن واحد مثلا يعني واحد بير مليون. انا هنا لو خذيت سامبل حتى حجمها 100,000 مش حيطلع، باي وحنطلع بكونكلوجن خاطئ تقول ان ما عندناش. هو مش ما عندكش، ما انت السامبل سايز بتاعك. فهنا الباور بتاع ستادي قدرتها تنبنى على، لما يقول لك ستادي هذه باورفول ولا ان باورفول، اندر باورد والله اوفر باورد. هي السامبل سايز هو اللي يحددها. It depends on the sample size and the magnitude of the effect. كل ما يكون الفريكونسي بتاع الظاهره او الماجنتيود بتاع الافكت منخفض، كل ما حتحتاج سامبل اكبر باش تكتشفه، وكل ما يكون مرتفع كل ما تحتاج سامبل اقل باش تكتشفه. The smaller the difference you are looking for, the larger the sample you need to detect it. Generally, a power of more than 80 is considered good for study. عادة الباور اغلب الدراسات الباور تاعها لازم يكون فوق ال 80. ديما ما بين 80 و 84، ممكن توصل 90. اهي اي ستادي تلقى الباور بتاعها تحت ال 80 اتس اندر باورد، معناها نتائجها ما يعتمدش عليهن، لانها ممكن لما تفشل الدراسه نطلع في ان فيه significant result، مش معناها ان ما فيش result، ممكن لان ستادي اندر باورد ففشلت انها تكتشفها. فالاندر باورد ستاديز اللي هي فيها too small sample، تلقى مرة واحد داير لك دراسة على 50 نفر ويبي يعمم نتائجها، ال 50 يكفوا انها تعمم نتائجها؟ هو هذا السؤال، ليش 1500؟ لا السؤال هنا ليش 1500؟ انت خذيتي الهول بوبيليشن معناتها هيك. معينة كيف؟ أنت إذا كان في الفترة هذه جوك 1500 وخذيت ال 1500 كلهم، أنت خذيت الهول بوبيليشن هنا. باهي؟ قلتي لا أنا من البوبيليشن بتاعي مش للفترة هذه، البوبيليشن بتاعي السنة كلها، بس أنا خذيت الفترة هذه كسامبل عن السنة، يبقى برضه هنا يرد السؤال ليش 1500؟ باهي؟ بس ما زال أنا مش سؤال، لو if this sample is subjected to exclusion and inclusion criteria، يعني من ال 1500
ما هو نفس الشيء، ما قال الخمسين تنفع. أنت قاعدة تديري في دراسة والرقم اللي حيطلع لي حنستعمله، لا. أنت you have to decide the number in advance ولازم توصلي له ولا دراستك ما يصيرش منها. مش اللي حيفضل الرقم اللي حيطلع، هنشوفهم طلعوا 100 حنستعمل 100، طلعوا 1000 حنستعمل 1000، طلعوا 10 حنستعمل 10. هيك هذه ماهيش representative sample، السايز بتاعها ماكش ضامنتيه انت هل هو enough أو لا. هنجوه هنا عليش، لازم you have to calculate the sample size in advance، تقدر عارف أنا باش نطلع بنتيجة يعتمد عليها minimum minimum محتاج كم individual ندير عليهم الدراسة. محتاج 100، ما حصلتش إلا 50، مش هتقدر تطلع نتيجة يعتمد عليها. underpowered الدراسة بتاعك أنا، لأنك أنت by calculation كنت قلت محتاج 100. باهي؟ فلما تجد الدراسة قلنا too small، السامبل سايز too small، هذه يسموها underpowered، وبالتالي it might fail to detect something that it's going on. العكس الـ overpowered study لما تجد too large sample، too large sample طبعا خاطئ إنها wasting resources، باهي؟ فيها مشكلة أخرى خاصة في الـ في الـ في الـ في الكلينيكال ترايلز، لما ندير comparison ما بين two groups، باهي؟ أنا نعتمد على أن في فارق ولا ما فيش فارق على شنو؟ على الـ statistical significance، على الـ p-value. لما الـ p-value تجد أقل مثلا من 0.05 نقول there is a statistical difference، وبالتالي معناها drug A is better than drug B، لأن بين في statistical difference في الـ rate مثلا of cure. statistical difference might not be of clinical significance. باهي حتى لو كان في الاتجاه اللي انت ترغبه، لكن اللي يهمك هنا هي الافكت سايز. بمعنى تخيل ان درنا دراج اي هو انتي هايبرتنسيف، اوكي، نقص لي البلاد بريشر، يعني وصلني المين بلاد بريشر بتاعه 150 على 90. الدراج بي وصل لي البلاد بريشر 149 على 90. الفارق بينهم كم؟ 1 مليمتر ميركوري، صح؟ لان السامبل سايز كبيره ستاتستيكلي ممكن يطلع ال 1 مليمتر دروب هذا سيجنيفيكانت، ستاتستيكلي سيجنيفيكانت. وتقول انت خلاص الدراج اي احسن من بي، خلاص استعملوا بي. باهي هل ال 1 مليمتر ميركوري دروب في البلاد بريشر of significance clinically means nothing. يبقى هنا الفارق ليش قاعد significance؟ لأني أنا كبرت السامبل سايز. فالسامبل سايز الأوفر باورد ستادي ممكن تعطيك نتائج خادعة، إنها تضخم significance إلى غير ذات قيمة. ليش؟ لأنك استخدمت إن لو درتها على 1000 ما كانش يبان فيه significance، مش درتها أنت على 100,000 قالت significant. ممكن شركة أدوية تحاول بس لا، انا ما نسمح لكش لا بهذه لا بهذه، لا نسمح لك باندر باورد ستادي ولا نسمح لك باوفر باورد ستادي. لازم النمبر يكون جاست بيرفكت، باهي بلس ماينس طبعا في مارجن زيد شويه باهي، لكن ما يكونش بالضخامه اللي ضخم لي بها نتائج ما لهاش قيمه. فالاندر باورد قلنا فيل تو سبوت وات از ريلي جوينج اون، يعني ميسينج امبورتنت differences. هذا يسموه فيه false negative، والله في statistics يسموه فيه type 2 error. The overpowered magnify unimportant differences، ضخم فوارق غير مهمة تطلعها لك مهمة، هذا يسموه false positive أو في الإحصاء يسموه فيه type 1 error. أنا لا نبي هذه ولا نبي هذه، باهي اي دراسه لازم الستادي السامبل سايز تاعها تكون صحيحه باش نقدر ندير ستاتستيكال انفرنس، اذروايز الريزلت ريبريزنتنج السامبل بس اي كانوت جنرالايز ات للبوبيوليشن. لكن باش نقدر نكون قادر ندير لها جنرالايزيشن لازم السامبل سايز تكون بروبر. دكتور حسب مليون ما. احنا تقريبا في 400 وحاجه، انا نديرها مثلا 500 او 1000
الزيادة البسيطة هذه ما تأثرش وديروا فيها كلهم. بعد ما يحسب السامبل يزيد فيها 20%. ليش؟ لأنك بدير حساب دروب آوت باهي، دير حساب أشياء أخرى. مش قضية هذه، مش هتدير لك، مش هتخلي ستادي أوفر باور. لكن مش تحسبيها ليه تطلع السامبل سايز 500 تعدي تديري 5000 والله تديريها 100000، هنا حتضخميها. في الكروس سكشنال ستاديز اللي هن ديسكريبتيف، اللي انت جاست انت يو ونت تو انك تحسب فريكوانسيز، مش حيتاثر بزياده السامبل واجد، لكن حيجد الكوست عالي. هنا هي فور ناثينج. لكن اللي تاثر بزياده السامبل سايز تغير لك النتائج غالبا الكنترولد ترايلز، اللي انت تقارن في تو جروبز نتيجه على افكت ريزلت اوتكم معين. حيقعد هنا ممكن تضخيم العينة يضخم النتائج statistically، لكن هن ما هنش clinical significant، statistically significant، لكن clinically difference more significant. طبعا طبعا بالضبط. ولذلك السامبل سايز استيميشن بيزك في الريسيرش. ما ينفعش تاخذ تدير ريسيرش على اي عدد اللي يجي قدامك وخلاص. والا هي ممكن تديرها، بس النتائج ما تقدرش تدير لها جنراليزيشن. مش مضمون ان يمثلا البوبوليشن اللي انت درستها، يمثلا السامبل صح، لكن ما يمثلنش البوبوليشن. السامبل سايز استيميشن يعتمد على التايب اوف ذا ستدي ديزاين. اول فاكتور ياثر شنو على الدراسه، هل هي اوبزرفيشنال، هل هي اناليتيكال، هل هي انترفنشنال. باهي لازم نوع كل نوع دراسة وعندك طريقة calculation مختلفة. رقم اثنين number and type of variables، شنو عدد ال variables بتدرسن. لو فرضنا ردوا على المثال بتاعنا، لو قلنا ان بنحسبوا مثلا the prevalence of diabetes في بنغازي ودرنا sample size calculation وطلعت لنا مثلا نبو 300 شخص، باي انه 300 كافية بالبعد ما درنا الكالكوليشن. تمام، لو انا نبي ندرسها في الهول بوبوليشن كافيه، لكن لو انا نبي نقسمهم جوا الى ميل وفيميل وبنشوف البريفلنس عند الميل والبريفلنس عند الفيميل، ال 300 لما تقسمهم الميل كم قعدوا؟ ممكن 150 140 160 مش كافيين. ما انا نبيهم لازم يقعدوا 300 ميل و300 فيميل، معناها التوتال لازم يكون كم؟ تخيل لو ندرسها في السب جروبس، باهي في التوتال كانت 300، لكن السب جروب الايج سب جروبز نقصد، لقيت ان اللي اعمارهم مثلا من 10 الى 15 كانوا 10 انفار، مش هنقدر السامبل سايز 10 مش صحيحه بالنسبه لعدد اللي في الايج جروب هذا. فتلقى روحك تبي تحسبها لكل ايج جروب بروحها، وبعدين السامبل سايز التوتال هي مجموعهم كلهن. فبالتالي عدد الفاريبلز اللي بتدرسهم انت واحيانا حتى نوعيه الفاريبل ياثر في السامبل سايز. ما هيش هي رقم تحفظه وتطبقه على الجميع، لا، كل ما يتغير نوع الدراسه ويتغير نوع الفاريبل والله عدد الفاريبلز حتضطر تغير انت، مش انت تغير، هو تحطهم كمتغيرات يدخلن في الكالكوليشن وتعطيك هي السامبل سايز المفروض يكون كم. البي فاليو ات ويتش تو تيست اور هايبوثيسز، انا نبي السيجنيفيكانس بتاعي على بي فاليو كم؟ بي او 5 ان بي فاليو او 5 ولا او او 1؟ لما تبيها على او او 1 تبي سامبل سايز اكبر، اي اذا كانت تبيها او 5 حتبي سامبل سايز اقل. فتبي تحدد الرقم مسبقا قبل ما تدير الدراسه باش يخش في الكالكوليشن حتى هو. الباور ليفل اوف اناليسيس، انا نبي الباور تاع الستدي بتاعي كم؟ 80 85 87 90 82، تحددها مسبقا، الرقم يتحدد لان حيخش في الكالكوليشن، حتحط الرقم. الكونفدنس انترفال او سوري الكونفدنس ليفل اللي انت تبيه، نبيه 90% ولا 95% ولا 99%، لانها تفرق. لازم تحدد الكونفدنس ليفل، طبعا يوجوال يستخدموا في ال 95 هم، لكن لازم تحطها. تمام. والسايز اوف ذا تارجت بوبوليشن،
أنا كم البوبوليشن تاعي؟ ندرس بنغازي، بنغازي كم؟ 800,000، لازم نعرفها. بعكس لما نقول بندرس ليبيا، معناها البوبوليشن تاعي 7 مليون. بعكس لما نقول لا أنا بندرس فيها قرية فيها 5,000 بس، معناها البوبوليشن تاعي 5,000، لأن قلنا البوبوليشن سايز حيأثر. كل الفاكتورز هذين لازم يكون متوفرات عندك معلومات هذين قبل ما تحسب السامبل سايز. طبعا فيه معادلات، هنا عاده الشائع زمان تعطي التعدي الاحصائي يطلب منك البيانات هذين ويحسب ويقول لك الرقم هذا. تو تمت اسهل، تم في سوفت ويرز يقدر يحسب من هذا. هي في الكالكوليشن ما يطلب ستاندرد ديفيشن، نعرفش ان في ستاندرد ديفيشن تنطلب في الكالكوليشن في البدايه. ما هو لا هذا هو النتيجه باهي. اذا كان في فاريابيليتي في السامبل حيطلع ستاندرد ديفيشن بتاعك واسع في النتيجه. اذا كان الستاندرد ديفيشن ضيق معناه السامبل بتاعك هوموجينس باهي. ما عنديش فكره على التارجت بوبوليشن كم فيها، لازم يهاف تو جس بطريقه او باخرى باهي. في طرق لما تجد ماكش عارف تو، نعطيك مثال علي تو حاجه هنا. يمكن في طرق انه يندار باش يعطيك اكبر سامبل سايز. لما تجد انت ماكش عارف تبتسعى لاكبر سامبل سايز. هذين مثال على بعض الفري اونلاين كالكوليترز بتاع السامبل سايز، وفي وحدات مش فري وفي وحدات سوفيستيكيتد. يوجوالي كان الدراسه بتاعك دراسه يعني لها وزنها ومهتم بقيمتها، دخل معك احصائي من البدايه هو يدير لك الشغل هذا باش تضمنه يكون بيرفكت، ما حدش طلع لك فيه عيوب. باهي. او بالاي بي اي اللي بتخش فيه كلمات اصلا مش مفهومه التكنولوجيا يعني. تونا بس انا عندي وحده مثال بس حنعطي الكم هذا هو هذا اكزامبل الروز فوت بوبوليشن بروبورشن. يعني هنا مثلا شن طالب هو؟ طالب هنا البي فاليو كم؟ فدير 5%، 5% يعني هي 0.05. هنا طالب المعلومه الاخرى مثلا الكونفدنس، كونفدنس ليفل اللي تبيه مش الانترفال. الانترفال هو الرقم من الى هذا الليفل 95%. هنا مثلا بعدين البوبوليشن سايز قلنا 800,000 مثلا دخلها. بعدين هنا هي مدى انتشار الظاهره في المجتمع. اذا كانك انت عندك مؤشرات سابقه، يقول في دراسه سابقه مطلعتها 1%، حنحط هنا 1%. يقول والله ما فيش، لكن في دراسه في مصر مطلعتها 2%، نستخدم بتاع مصر. اذا كان ما عنديش اي معلومات تحطها 50%، لان ال 50% حتعطيك اللارجست بوسيبل سامبل سايز. فيقول لك لما ما تعرفش حطها 50%، هذه حتعطيك الرقم الاكبر. شوف هنا هي كم طلع لي السامبل سايز، احسبها 384. 384 شخص بس يكفي انهم يمثلوا 800,000 كسامبل سايز. لكن طبعا هنا لو انه هو فاريبل تدرس فيه في فئه واحده. لو تبي تدير سب جروبنج معناها لا، تبي تدير في حسبه اخرى لكل سب جروب بروحها باش تقعد العدد ممثل للسب جروب، وبعدين السامبل كلها تطلع حجمها اكبر. نعم انت تفكر، انا نبيها في البوبوليشن از جنرال، والله بعدين بندير بنقسمهم ميل وفي ميل، والله بنقسمهم بالايج جروبز. ما انت شنو هدفك من الدراسه؟ انا بنطلع مدى انتشار السكر في بنغازي بس بدون ما يهمني كم نسبه الميل والفيميل ولا كم نسبه الايج جروبز. والله لا طبعا غالبا ما فيش حد، غالبا تبي انت تشوفها بالنسبه للميل والفيميل، وتبيها بالنسبه للديفرنت ايج جروبز ومرات الاثنيك جروبز. وما حتحط انت هنا النمبر اوف فاريبلز بدنا يزيد الاحصائي هنا حيدخلهم كلهن عنده طرق ويعرف يقول لك والله السامبل سايز بتاعك تكون كم باش يقعد في كل سب جروب النتيجه تقدر تكون تقدر تدير لها ستاتستيكال انفرنس. مدى يعني اعتمادنا نحن في المجال الطبي على السوفت وير هل اكسبت ولا لا؟ يعني انا ما نحطها في دراسه هل هو ريفرنس؟ والله طبعا كان ما انت السوفت وير بتشوفه حاجه يعني حاجه فاليديتد وبروفد بان 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 وركينج بروبرلي وممكن مستخدم في دراسات اخرى وخلاص باي. اكسبتد اذا كان هوني باهي. ومرات ما انت تقول سامبل سايز ووز كالكوليتد وهذا رقم طلع لي باهي. هذا انا بس هذه للنولج، لكن غالبا لما انت بتدير دراسه معتبره
لازم تدخل معك إحصائي من البداية، يا يكون هو أوثر، يا إذا كان ما موضوع مش شرط بشيء قد أوثر أنت أنت يو باي السيرفيس هذا تعطيه، هذه خدمة يديرها لك ويحسب لك السامبل سايز، مش تضمن إنها بروبر. نعم ناش بالدولية، لكن في إحصائيين وجدين يديروا فيها، جماعة الكوميونتي يديروا فيها يحسبوا فيها، وفي جماعة إحصاء يديروا فيها، ما هيش معقدة، عندنا دكاترة وجدين هنا ما هيش متعاونين معنا. انت المينيمم تاعك 80، ما فيش دراسه نتائجها كويسه وتؤخذ اذا كان البار تاعها اضعف من 80، فانت حط 80، لو حطيت 90 هتعطيك سايز اكبر، هتاخذ بوبليشن هتعطيك سامبل سايز اكبر، فالمينيمم تبي تدير 80. تمام. ما قلت لك هذه تعتمد السامبل سايز طبعا، ممكن يكون اقل كروس سكشنال، هذه كروس سكشنال اللي تو هذا، هذه غالبا كروس سكشنال، هذا هي بتطلع بريفرنس انت وكذا، لكن ما قلت لك هذين كل، لان كل وحده ولها معادله مختلفه ولها مدخلات انبوتس مرات مختلفات، فصعب انا حد ما نعرفنش هذه، بس الايديا بتاعها هي كل نوع ستدي، وبالتالي انت محتاج هنا لحد، هذه شغلته اكسبرت في السامبل سايز كالكوليشنز عند المعادلات، كل انه عارف السوفت ويرز وعارف العيوب، هذا سبيشاليتي بتاعه، تعطيه البارامترز وهو الفاريبلز تعطيه، لا هو يقول لك كم السامبل سايز المفروض. تمام، اتفقنا على السامبل سايز كالكوليشن شنو اهميتها وكيف تندار، ما هيش شيء اعتباطي عشوائي ناخذه 100 ناخذه 200، ممكن تدير هكي، هذه يسموها convenient sample size، والله إن هذا اللي نقدر عليهم 100 convenient okay it's okay، لكن الريزلتس ما تقدرش تتعممهن وتقول رادارين دراسة ومطلع كيف، هذه دراسة هكي للتسلية بس للتريننج، والريسيرش المفروض هدفه هو knowledge creation، هو خلق معرفة، خلق أرقام ونتائج حقيقية. ليش لما أنت تقول لك هذه دراسة لا من برا موثوقة، ويقول لك تعظم دراسة دايرينها هنا في الدول العالم الثالث ما تاخذهاش، ليش؟ لأن عارفين احنا ان الجماعة يديروا في دراسات غير بس باش يقول لك درت بيبر وينشرها وكذا. نعم؟ موجودات السامبل، كيف؟ موجودات السامبل يعني طريقة السامبل تكنيك الكونفينينس، لا هذاك دقيقة دكتورة ما تلخبطيش، نحكي أنا على السايز، أنت تحكي على السامبلينج ميثود، ما زال تونجيها بعدين. الكونفينينس في هذيك في السامبلينج وحدة ثانية. convenient sample في 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 الميثود في الميثود اوف سامبلينج، انا نحكي انا على السايز، انت تدير في 100 جايب طلبه مشروع تخرج قول لهم خذوا حتى 100 وخلاص، باهي من قال ال 100 انف، انت بس لانهم طلبه تبيهم يديروا تريننج على كيف يديروا، مش مهم السامبل سايز هذا، فتاخذ convenient sample، لكن ما تقعدش تحاول تسوق النتيجه بتاعها بانها دراسه وتطلع نتيجتها، هذه دراسه هيك دراسه للتعلم مديوره، لكن مش تو كرييت النولج، المفروض يقدر هدف الريسيرشر، خليني من الطالب اللي يتعلم، لكن الريسيرشر المفروض هدفه نولج كرييشن، انا نبي نتيجه فعلا حقيقيه تمثل، يبقى ما تقدرش نلم اي عدد حالات وندير بهن، كما يدير باش ندير بروموشن باش نترقى انا وندير اي ستادي وخلاص حط فيها 100 نفر وطلعهم، باش استفدنا من الكلام هذا؟ والله مش عارف، مو من درت ستادي، this is not the aim، الايم اوف ذا ريسيرشر ان تو بروديوس نولج او تو سولف ا بروبلم، معناها تبي نتائج حقيقيه، معناها ستيب 1 لازم السامبل بتاعك تكون اوف بروبر سايز، حكينا عليها تو اوكي، هذا البارت 1، قررنا ان تو طلعت لنا الكالكوليتر هذا طلع لنا نبو 384 شخص، باهي باهي، كيف نختارهم ال 384 هذوم؟ ايا 384 من وسط ال 800 مليون 800,000، ايش قلنا البوبيليشن كلها 800,000؟ قال لي يكفيك 384 واحد، تمام 800,000 هذوم كم فيهم 384 واحد؟ كيف نبي نختارهم؟ ايا 384 من وسط ال 800,000؟ برضه ما هيش اعتباطيه، لها قواعد اللي هي السامبلينج ميثود، كيف نختار العدد هذا من وسط العدد الكلي، عرفنا العدد كم، كيف نختارهم؟
هذه حكينا فيها من بدري ان درنا السامبل. تخيلوا ان هذه تارجت بوبوليشن، نسبه الفيميل نسبه الميل فيها 39% بوبوليشن، بس احنا مش عارفين هالنسبه. هذه النسبه الحقيقيه، لكن احنا ما نعرفهاش. هي تخيل في ال 800 الف اللي في بنغازي نسبه الميل فيهم 39%، والباقيين في ميل، لكن احنا ما نعرفوهاش النسبه، هذه مجهوله بالنسبه نبي احنا بنكتشفوها. فقررنا نديروا ناخذوا سامبل للدراسه، ما نقدرش نعدهم نفر نفر. احنا قلنا قد سنسس هذاي، وقلنا ماهوش دائما فيزبل، فبالتالي ناخذوا سامبل نعدوا فيها نسبه الميل خلاص، واللي تطلع في السامبل نعكسوها نديروا ستاتستيكال انفرنسز. تخيلوا جاء واحد ودار ستدي، خذا السامبل هذا تمام، طلعت النسبة فيها كم؟ عدوا اللون الأزرق كم؟ 1 2 3 4 5، 5 من 9، يعني 55.5%. فهي جاء واحد أخرى خذا سامبل أخرى، قال ندير ستدي في نفس الوقت، خذا سامبل أخرى من هن كم فيها واحد أزرق؟ 3 من 9، 33.3. فهي واحد أخرى خذا السامبل هذا فيها 2 زرق بس، طلعت 22%. واحد اخر اخذ السامبل هذا ولا وحده طلعت الحقيقه. باهي تو عارفها انت مش اكرت، لاني انا اعطيك، لكن لو انت اصلا الرقم هذا تجهله، كل واحد حيبدا يدعي بان نتيجته هي الصحيحه. باهي انا حناخذ اي الرقم، لو انا نبي نستورد بدالي رجالية على عدد الميل، حنستخدم أي رقم باش نحسب كم بدلة نجيب. موست ابروبريت كيف تعرفها أنت؟ باي وين كيف تعرفها؟ أنت حتاخذ أي رقم؟ لما جمعت كأنك أنت خليت هذول كلهم سامبل مع بعضهم. باهي؟ باي أنا ليش؟ بعد 4 دراسات باش نوصل للحقيقة. باهي؟ ما ممكن في مره واحده نديرها، انا في وان شوت. باهي لو ان ليش؟ لان السامبلز هذين كلهم ما نش ريبريزنتيف، كل واحد خذا كونفينينت سامبل، المجموعه اللي قدر يوصلها. باهي لكن باش تقعد السامبل تعطيه نتيجه يعتمد عليها، لازم تكون ريبريزنتيف بغض النظر عن الرقم، خلاص اتفقنا عليه حسبناه. فهذا يسموه سلكشن بايس، انك تاخذ سامبل ماهيش ريبريزنتيف، انت السلكشن تاعك فيه مشكله كان. هذا يسموه تحيز، سلكشن بايس، حيعطي نتائج غير حقيقيه. اوكي كيف احنا اوفركم السلكشن بايس هذا، كيف نتجاوزه؟ هاو تو مينيمايز السلكشن بايس، هو بالراندومايزيشن او بالراندوم سلكشن للعينات. ما فيش حاجه اسمها انا خذيت هذوم لانهم اقرب لي. هاي randomization means that all members of a population has equal chance of being included in the sample. عنده نفس الفرص الجميع انهم يخشوا في السامبل، مش حيخشوا كلهم، لكن فرص في البدايه at starting كل واحد عنده نفس الفرصه. هاي تخيلوا تو بنديروا دراسه على مدى انتشار تسوس الأسنان في أطفال المدارس الابتدائية في بنغازي، تمام؟ اتفقنا أن مثلا نبوا 385 ولا 384 طفل، وقلنا لكم كذا حعدوا ديروا الدراسة، غالبا كل واحد حيمشي للمدرسة اللي قريبة من حوشة أو المدرسة اللي يعرف فيها حد يقدر يخشى ويخلي الطلبة به، وياخذ منها 384 طالب. هذا هل النتيجة طلع، افترضوا طلعت ان نسبة التسوس في العينة هذه طلعت 20%، 20% من طلبة المدارس، انا ندير الكونكلوجن، 20% من طلبة المدارس الابتدائية في بنغازي مصابون بتسوس الأسنان، السامبل سايز مضبوطة حاسبينها، لكن هل العينة اللي خذيتها تمثل المدينة كلها والله لا؟
ما ممكن المدرسة اللي أنت مشيت لها في منطقة الانكم بتاعهم كويس والفاميليز بتاعينها ويل ادوكيتد ومهتمين بالهيلث كير بتاع التشيلدرن بتاعهم وعندهم يستخدموا في التوث براشنج وبالتالي حيقعد النسبة أقل. وممكن المدرسة أنت مشيت لها في منطقة شوية بور والإديوكيشن فيها قد يكون محدود وإمكانية توفير الفاسيلتيز هذين عندهم هذا يعتبر شيء ثانوي مش أساسي، وبالتالي حتلقى الدنتال كيرس عندهم أعلى. فالرقم اللي أنت طلعته لا يمثل كل المدينة، هو فيه بايس، فيه سيلكشن بايس، ماشي لواحد من الإكستريمز مرات. فأنت السامبل بتاعك مش ريبريزنتيف لانك اختارتها بالطريقه اللي ناسباتك انت مش بالطريقه اللي تمثل البوبوليشن. يعني انا بالطريقه هذه لما قلت حناخذ من طلبه المدرسه اللي جنبي يبقى باقي الممبرز بتاع البوبوليشن من البدايه اصبحت التشانس بتاعهم انهم يخشوا في الدراسه زيرو خلاص، من اللي في المنطقه الاخرى ضمننا مش خاش. بينما لو تقول أنا حناخذ عينة عشوائية من كل المدينة معناه كل واحد في البداية عنده تشانس إنه يخش، حتجي عليهم مش أي موضوع ثاني، لكن الفرصة متاحة. فإحنا باش نتخلصوا من قصة السلكشن بايس نديروا راندوم سلكشن. فلو خذينا هنا نفس الشيء نفس البوبوليشن اللي مبدري طلعت لنا كل وحدة نسبة، خذينا منها عينة أخرى طلعت لي فيها النسبة 40%. النسبة 40% وإحنا قلنا في البوبوليشن كم؟ 39. باهي يبقى تقريبا مساوية للبوبوليشن. باهي بالطريقة هذاهي طبعا تقولي بس 40 مش 39، دائما فيه نسبة سامبلينج ايرور. اوكي لا مستحيل السامبل تكون 100% مطابقة، تكون 100% مطابقة للبوبوليشن، لكن المارجن بتاع ايرور محدود مقبول. فهي 39% وانا طلعتها 40 ما فرقتش، لكن مش كيف اللي مبدري واحد نطلعها 0% واحد نطلعها 55%، هذه المارجن بتاع الايرور بتاعهم كبير ما ينفعنش هذا الكلام. فالسامبلينج تكنيك مهم جدا انه يكون بطريقة راندوم in order to reduce the selection bias. هاي sampling method depend on the nature of the target population والresources اللي available. هاي هذين يتحكم في الطريقه، لان حتوح نحكوا على 8 طرق للسامبلينج. ومرات تقول باهي ليش ما ناخذش البست؟ مرات البست كوستي بالنسبه لك، ففي طريقه اقل منها ما زالت كويسه لكن اقل منها. في عندنا نوعين من السامبلز، في probability sampling يعني عينة احتمالية سموا فيها بالعربي، و non-probability sampling عينة غير احتمالية. probability sampling هذه اللي قلنا فيها all the subjects in the target population have equal chance to be selected in the study sample، اللي قلنا عنده فرص متساوية. بينما non-probability some subjects in the target population have more chance to be selected in the study sample. الفرص مش متساوية، واحدين فرصهم كبيرة واحدين فرصهم قليلة واحدين فرصهم معدومة. ال probability sampling هي اللي more representative of the target population. لو فعلا نبي نتائج نعكسن على population لازم السامبل بتاعي تكون probability sampling. ال non-probability less representative للtarget population، مرات تضطر تديرها لكن ما تقدرش تقعد شعابي على ان نتائجها قابلات للتعميم. حناخذ البروبابيلتي سامبلينج عندنا 4 انواع، باهي حنحكوا عليهم بالوحده: السمبل راندوم سامبلينج، السيستماتيك راندوم سامبلينج، ستراتيفايد راندوم سامبلينج، والكلاستر او المالتي ستيج راندوم سامبلينج. طيب في اللي يقسم فيه النوعين، المالتي ستيج نوع والكلاستر نوع، انا دمجتهم لان يشبهن بعض، حنشرح لكم الفرق بينهم شنو في اثناء ما نشرح فيها. هناهي باش تقعد تستخدم وحده من هذين، the whole target population should be accessible. لو انت عاجز انك توصل لكل البوبوليشن السامبل بتاعك مش حينفع تديرها بالطريقه هذه. مثلا لو انت قلت انا بناخذ سامبل من ليبيا كلها،
تمام؟ ونبيها probability sample. بس قلت أنا المناطق اللي في الجنوب هذين بعاد ما عنديش كيف نطقهن، هنطلعهن من القصة. يبقى أنت عاجز عن توصل لجزء من البوبوليشن، معناها حتستثنيه من السامبل، معناها ما عادش قدرت probability sample، لأن هذا كل ما شانس إنه يكون زيرو أنت. يبقى أمشي الطريق ما تدورش probability sample. خلاص يبقى البوبوليشن بتاعك تغيرت، ما عادش تمت الليبيان بوبوليشن، تمت the Libyan population living in the north part of Libya. تب السامبل تمثل هذوم، لكن لو قلت Libyan population وقعدت تعمم في النتائج علي في الجنوب، ولي في الجنوب اصلا ما خشوش في السامبل. ليش ما خشوش؟ لاني اصلا بدايه مش قادر نوصل لهم، انا اصلا الميثودولوجي بتاعي غلط. اوكي، فلازم شرط باش تقدر probability sample انك تكون قادر للوصول لكل واحد في البوبوليشن، مش نقدر بعدين نقول هذا كانت عنده equal chance انه to be involved في السامبل. السامبل راندوم سامبلينج هذه اسهل طريقه نديروا فيها احنا ديما. ممكن تدير نمبرد ليست، تجيب البوبوليشن كلهم وترقمهم من واحد الى ما شاء الله الى عددهم. لو انت بتديرها في الليبيين كلهم معناها بترقمهم من واحد الى 7 مليون. قلت لا انا والله بنديرها في بنغازي ما بترقمهم من واحد الى 800 ألف. قلت لا انا بنديرها بس في الجامعة الدولية معناها بترقم الطلبة الجامعة الدولية من واحد الى اخر رقم فيها. هذا هو اللي يسموه يا ايمان سامبلينج فريم. انت عندك انت كل البوبوليشن مكتوبين ومرقمين، مش ضمنت انهم كلهم كاهي عندهم equal chance. وبعدين تختار بطريقة عشوائية من الأرقام هذين، أيذر ممكن تختار كيف ما تشوفوا بتاعين اللوتري، القرعة بتاعت مثلا المباريات، الأسامي محطوطات في مكان وهو يخشش يده ويطلع يطلع رقم عشوائي، ولا القرعة بتاع الحج اللي يديروا فيها باهي يحطوا فيه الأسامي في صندوق خذوه وبعدين ياخذوا. هذه طريقة sampling method. الرقم اللي يطلع لي خلاص طلع لي رقم واحد معناها حيخش في الدراسة، طلع لي رقم 18 حيخش في الدراسة، طلع لي رقم 25 حيخش في الدراسة. بعدين ما تطلع عندي أرقام نعدي نبحث رقم واحد شنو اسمه؟ جيبوا لي فلان هذا. رقم اثنين شنو اسمه؟ جيبوا لي فلان هذا. واضحة؟ فترقم كل البوبوليشن اللي بتدرسهم تعطيهم أرقام وبعدين تختار بطريقة عشوائية، طريقة السلكشن هذه. في طبعا تيبلز مرات تاعت سلكشن وفي توا كمبيوتر سلكشن، يعني سوفت وير تحط فيه الارقام وهو يدير لك راندومايزيشن ويختار لك رقم. وفي الطريقه الموست سمبل هذه قلنا انك تلم بس الاسامي وتاخذ بالورك. اوكي، هيك ضمنت ان العينه كانت عشوائيه فتكون ريبريزنتيف. هي واضحه هذه؟ هذه الموست سمبل واي اوف راندوم سامبلينج. توجيك اللي بعد هذا باهي باهي السيستماتيك راندوم سامبلينج اللي تحكي عليه انت باهي. هنا ندير انترفال. لو فرضنا احنا هنا البوبوليشن بتاعي كم؟ 100 باهي، وانا حسبت السامبل سايز اللي تمثلهم طلعت 25 باهي. يبقى انا الفارق كم؟ 100 قسمه 25 البوبوليشن قسمة السامبل سايز يطلع 4. معناها هنا الانترفال بتاع السامبلينج بتاعي لازم يكون 4. يعني ناخذ مثلا الاول والرابع والثامن. لكن هنا عندي مشكله في الستارتنج. شو معنى بديت برقم واحد؟ يبقى انا الرقم اللي نبدا به لازم يكون رقم within الانترفال، يعني الانترفال بتاعي 4 معناها لازم نبدا برقم يا 1 يا 2 يا 3 يا 4. ما قدرش نبدا برقم 5. لو الانترفال 10 معناها نقدر نبدا من 1 لعند 10. باهي؟ 1 ل 9 لل 10 باهي. هو يكون ستارتنج هنا هي. وبعدها نبدا نحط في الانترفال. باهي هي من 1 لل 4 لا ما يطلعش اقل، لما تكمل رد اخرى. لما تكمل تقدر ترد فوق من جديد تبدا. باهي؟ لما تبدا انت لو قلت حنبدا باي واحد من رقم واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه باهي اي واحد مش بالمزاج تختار انت. هنا هي من واحد الى اربعه
اللي تبدأ به تختاره بالطريقة الأولى سيمبل سيمبل سامبلينج، هذا ستارتنج. بس طلعني هنبدأ برقم اثنين، يبقى رقم اثنين حيكون هو رقم واحد، أول واحد في العينة. بعدها نبدأ نزيد في أربعة، يبقى اللي بعده رقم ستة، اللي بعده رقم عشرة، اللي بعده 14، وهكذا. طلع أني حنبدأ برقم ثلاثة، يبقى اللي بعده سبعة، اللي بعده 11، وهكذا. منين تجمع عندي السامبل سايز؟ أني نخلق انترفال، بس الانترفال مش بمزاجي نقول كل خامس ولا كل سادس. الانترفال تنحسب، نقسم البوبوليشن على السامبل سايز، الرقم اللي يطلع لي هذا هو الانترفال اللي حنمشي به. بس البداية أول واحد نبدأ به لازم نختاره بالطريقة الأولى السيمبل سامبلينج، وبعدين نمشي بالانترفال. الطريقة هذه يسموها سيستماتيك راندوم سامبلينج، وحتى هذه سهلة. وهذين أكثر طريقتين ممكن نديروهن شائعات وسهلات باي. لكن هذين الاثنين يتطلبان وجود شنو؟ سامبلينج فريم. باي مرات أنت ما عندكش السامبلينج فريم. باي لا لا ممكن يكون ما فيش فريم، ممكن ما يكونش فيه فريم باهي، لكن تقدر تدير، لكن تقدر تديرها عشوائي باهي. ليش مش صعبة؟ انت تبي ليستا بكل الدايبتك في بنغازي، انت ما عندكش هذا اللي منظومة اللي في سيدي حسين، مش كلهم سيدي حسين باهي. ما هو انت انت مرات هذا هذا السمبل الاوفر سمبليفيكيشن للثينجز يعطيك ريزلتس غلط. خلاص غيرت البوبوليشن بتاعك، معناها النتيجه اللي حتطلع بها لا 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 مش خلاص، النتيجه اللي حتطلع بها ما تقدرش تعمم معي بنغازي، ما تقوليش هذه تعممها على بيشنت تاع سيدي حسين، بس ما ليش علاقه. انا تو انت ما دام حددت البوبوليشن معناها نتائجك تعكس على البوبوليشن هذا باي، وهذه حقيقيه. لو جيت لما تقول لي لقيت نسبه، لو نقول لك لو لقيت قلت لي لقيت نسبه الكنترول في للديابيتس في البيشنت اللي تابعوا سيدي حسين المتوسط الاي 1 سي بتاعهم 9، ما تقوليش هذه في بنغازي كلها، لاني انا عندي نجيب لك عياده بتاع سبيشالست في بنغازي اللي قاعدين يشتغلوا فيها كلهم سبيشالست ديابيتس والمين بتاعهم 7. هاي ما هذه هي انت معناها هذه البوبوليشن، انت لازم تعرف البوبوليشن تاعك قبل ما تاخذ السامبل. لو انت عرفت البوبوليشن غلط حتاخذ سامبل غلط. انت تقول انا ستدي بتاعي از جوينج تو ستدي ذا مين هيموجلوبين اي 1 سي ان هنا البوبوليشن ان سيدي حسين كلينيك، ان سيدي حسين دايابيتس كلينيك، يبقى البوبوليشن تاعك النتائج قابلات للتعميم على من؟ بس على سيدي حسين. مريض اخر ما يتبعش سيدي حسين تقدرش تطبق عليه النتائج، لان هذا جاي من بوبوليشن مختلف. باهي وضحت الفكره ولا لا؟ تمام. ولا تسميها ان سامبل بوبوليشن، هي سامبل اوف بوبوليشن لازم معقوله تكتب سيدي حسين يكتبوا فيها. ديما تلقاه يقول لك في تيرشري هوسبيتال، في مش عارف شنو يسموا فيهن. ما انا ليش هنا باش يضمن ما حدش يقول لا، يقول لنا نحكي عليه هضم صح مع الوقت. تقول والله بما ان هذا يجد بعدين مش احصاء، يجد هذا بعدين انتربريتيشن. تقول بما ان سيدي حسين مرضى السكر اللي جوها يمثلوا 80% من مرضى السكر في المدينه، اذا جروسلي وي كان سي ان هذا يمثل المدينه، لكن هذا نوع من الاكسترابوليشن، ماهوش نوع من النتائج، نوع من التفسيرات. لكن تقدرش تجد واثق منه الا لو كان السامبل تمثلهم. شنو نسوي؟ لا تعمميها على البوبوليشن اللي انت قلتي تمثلهم السامبل. انت انا داير الدراسه على طلبه جامعه بنغازي، اذا النتيجه البوبوليشن بتاعي طلبه جامعه بنغازي، اذا بس خذيت منهم عينه، جامعه بنغازي فيها 80,000 طالب، خذيت منهم انا 500 بس، النتيجه تمثل. ما نقدرش نقول هذه حتى جامعه البيضاء نفس الشيء ولا جامعه طرابلس نفس الشيء، ما نقولش طلاب ليبيا باي. لو انت العينه قلت جامعه بنغازي بس العينه خذيتها من كليه الطب، اذا لا تمثل جامعه بنغازي، تمثل بس كليه الطب، البوبوليشن بتاعك كليه الطب ما هو جامعه بنغازي. حتى لو انت قلت طلبه جامعه بنغازي بس حقيقه البوبوليشن اللي خذيتهم
يبقى خلاص انتهت هذه ماش ماش ما الحقيقة لا تمثل جامعة بنغازي. من البداية من الريسيرش كويشن أنت دراستك البوبيليشن تاعك من تبي تدرسها في من لازم تكون فيري سبيسيفيك لأن السامبل بتاخذها عليها الأساس تبي تحدد البوبيليشن قبل وبعدين تأخذ منها السامبل وإلا حيطلع نتائجك كلهن ليش عندنا دراسات واجدة ونتائجهم أضعاف لأن ما فيش حد يفكر هيك هو كل واحد يفكر بيدير البيبر لم أي حالات وحللهن ديرلهن أناليسز The cross-sectional study. Okay, sample size and order. Sampling method. أنا بناخد العينة كلها. يعني مثلاً بيش نادمتن مثلاً وذم آي في مقاس مثلاً. مقاس ميديا سنتر. بنشوف how much I thrombolyzed them. أنا ما بيش كل خليط أنا. خلاص يبقى ما هي السامبل هذه. هذا سنسس. هذا سنسس. كأن خذيت كل الناس اللي بتدرسهم. هندرس خليط البوبوليشن كلها. ما عادش في سامبل أنا. بيت. خلاص لكن لا ما انت حتقعد تمثل اللي خشوا في السنه هذه النتائج ما يوثلنش السنه الاخرى لان السنه الاخرى قد يكون خشن فاكتور اخرى التريتمنت اللي افيلبل تغير نوعيه الدكاتره اللي ماسكين في ديوتي تغيروا وبالتالي النتائج ماشي يصبح ينطبقا فانت تميت تحكي على البوبوليشن اوف ام اي في بنغازي لكن انت السامبل بتاعك كانت محدده بالشهور هذين فتمت سامبل من جديد هنا ردت سامبل هنا ما انت مثلا ما انت لو بتاخذ الام اي اللي في بنغازي كلهم برضو مش هتقدرش لان نقول كم عندك مكان يعالج في الام اي في بنغازي فانت تقول لا انا حناخذ اللي يخشوا لل 1200 باعتبار انهم هالاغلبيه يجوا غادي يبقى هذوم هم يمثلوا البوبيليشن بتاع ال 1200 لان قدرات المانجمنت في ال 1200 ماهيش هي قدرات المانجمنت في مستشفيات خاصه وبالتالي النتائج مرات ما يكونانش ايكويفالنت ما يمكنش متماثلة فأنت البوبوليشن بتاعك هم الـ MI patient في الـ BMC السامبل خذيت كل البوبوليشن أنت أنا باهي لكن يمثلوا من الـ BMC بس تقدرش تعممها على كل مستشفيات بنغازي هذا أنت محتاج تفكر هيك قبل ما تخش في قصة من ناخذ تعرف تحدد البوبوليشن بتاعك بالضبط وتقول كيف حناخذ السامبل بتاعك لا سامبل هو شنو هذه نتيجته الهدف الدراسه بتاعه شنو بيطلع نسبه مثلا اللي خذوه ثرومبوليسس في الام اي بيشنت في البي ام سي والله نسبتهم في اللي خذا في بنغازي كانوا في البي ام سي يبقى خذا كل البوبوليشن هنا وكانوا لا بيقول في بنغازي هو ما خذاش كل البوبوليشن في بنغازي ما اسمهم السامبل اسمه هذا اسمه هذا سيرفي خذيت هول بوبوليشن انت باهي باهي مو سيرفي ممكن يدرب سامبلينج برضه لكن انت خذيت الهول بوبوليشن بس انت ما تعرف كان قلت هذوم كلهم هم البوبوليشن معناه النتائج لا تنطبق الا على هذوم باهي في ام اي بيشنت خشوا بعد الدراسه بتاعك ما تنطبقش عليهم احنا خذينا في سنه كامله دكتور كل الام اي بيشنت اللي هم كرونيك ديزيز اللي سالنا ام اي باي لكن مش في ناس يخشوا للبرايفت يخشوا للبرايفت باي هنا انت معناها مش تارجت كل البوبوليشن ونوع الناس يفرق راه اللي يخشوا للبرايفت ناس they can pay صح وبالتالي ممكن يحصلوا سيرفيس احسن وبالتالي الاوت كم ممكن يكون احسن باي ومش كيف تقول الاوت كم هنا بور يقول لك لا الاوت كم غادي ممتاز باي فانت هنا لما تجي في الانتربريتيشن تقول نفس ما قلنا بدري في بتاعه الدايابيتس ان احنا برغم ان السامبل بتاعنا لا تمثل المدينه كلها الا ان باعتبار ان 80% من البيشنت مثلا 90% يجوا هنا وبالتالي وي كان سي هذا يجد نوع من الانتربريتيشن لكن ماهوش نوع من الاحصاء طبعا طبعا فانت كانك تبي تعكسها على المدينه معناه هو سامبل من المدينه دراسه درتها عن اتش اي في نولج طلبه المرحله الثانويه مش ناخذ انا راندوم سامبل مشيت للتعليم قضيت منهم قائمه بالمدارس بالسكتور اللي قاعدات انقسمت القطاع انقسمه وخذيت منها الراندوم سامبل وبعدين في كل مدرسه ناخذ في راندوم سامبل من نفسه هذه اللي جايه اللي يحكي عليها احمد توه في الطرق لما بدير دراسه كيف هذه مش حينفع عنك لا السمبل راندوم
ولا سيستماتيك راندوم. هاي حنمشي للطريقه الثالثه. الليميتيشن بتاع السمبل راندوم والسيستماتيك راندوم ان البوبوليشن كونسيست لما تكون فيها كوايت ديفرنت سب جروبس. لما عندك سب جروبس وجدات في البوبوليشن بتاعك هاي تون جيب بالكم المثال عليها في السلايد اللي بعدها. هنا لما يجد في سب جروبس وجدات مش هتعرف تستخدم السيستماتيك والله الراند السمبل راندوم سامبلينج. مثلا هنا هي نمشي للستراتيفايد سامبلينج. تخيل انا لو بندرس الهايبرتنسيف كم بنعرف كم في هايبرتنسيف بيشنت في الكوميونتي. خلاص ناخذ سامبل ونحسب كم نقيس لهم ضغط. هم هذول تقول 20% ولا 40% طلع عندهم ضغط تمام. باهي لكن لو انا نبي نشوفها برضه في ما بين الميل والفيميل هنا مش هتنفع اني ناخذ نقول ال 40% ال 300 اللي خذيتهم نقسمهم ميل وفيميل ونقيس النسبه فيهم جوا. لان الميل والفيميل في اساسا في السلكشن بتاعي ما كنتش داير حسابهم. مرات جوني العدد كله ميل ولا العدد كله فيميل. فلازم نعرف نسبه الميل والفيميل في الكوميونتي قبل وبعدين نختار السامبل بتاعي تقدر مقسمه بنفس الطريقه. ولو بندير انترفنشن على الهايبرتنسيف والله مثلا لازم نعرف كم منهم هايبرتنسيف وكم منهم نون هايبرتنسيف. هذا يسموه الستراتيفايد سامبلنج. انك تقسم العينه بتاعك الى طبقات طبقه ميل وطبقه فيميل. ما تدير طبقات بالايج جروبس 10 نورموتنسيف فيميل ونبي 5 هايبرتنسيف فيميل ونبي 36 على 4 كم يطلع 9 نورموتنسيف ميلز 1 هايبرتنسيف ميل. معنا حنقسم انا ندير 4 سب جروبس اللي بنختار منهم باهي كانها تم عندي 4 بوبوليشن باهي. هذه البوبوليشن الاولى ال 40 الفيميل نبي نختار منهم 10 نختارها هنا هي بسمبل راندوم يا بسيستماتيك راندوم. هنا هي ال 20 هايبرتنسيف فيميل نبي ناخذ منهم 5 بس نختارها يا سمبل راندوم يا سيستماتيك راندوم. نفس الشيء عند الميل حتتكون لي سامبل 25 لكن تركيبتها الداخليه مناظره لتركيبه البوبوليشن. هذه لو درتها بطريقه سمبل راندوم والله سيستماتيك راندوم ممكن تطلع لي شك تركيبه. يبقى هذا هي. وهذه غالبا لما تجد انت ما نقدرش انا نرقمهم كلهم بالاسم وكذا ونجيبهم ندير لهم فريم باهي ممكن ندير هذه تمام. هذه ستراتيفايد باهي. اخر طريقه الكلاستر ولا المالتي ستيج راندوم سامبلينج. انا قلت لكم مش من بعضهم دمجتهم لكن هن نوعين شويه فيهم فرق حنشرح الفرق تو. هذه طبعا الموست سوفيستيكيتد ميثود اوف سامبل سيلكشن اللي حكى عليها احمد دارها هو في لما الدراسة اللي قلت عليها تو. تخيلوا ان هذه انا البوبوليشن بتاعي هم البيشنت اللي اتندنج الدايابيتك كلينكس في بنغازي. اهي باش تجي هنا هي للنقطة اللي بدري قلتوها انتم. انا كم عندي دايابيتك كلينك في بنغازي؟ عندي في دايابيتك كلينك في سيدي في 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 البي ام سي وعندي في دايابيتك كلينك في الهواري وعندي بنغازي دايابيت سنتر وسيدي حسين وعندي مستشفى اطفال عندهم دايابيتس كلينك وعندي ابن سينا يتابعوا في حاله دايابيتس. وممكن انت تقمز تحط كل البوسيبلتيز هنا ممكن تحط انا هذا المثال هيك تحط كل المكانات اللي فيهن دايابيتس سيرفيس. انا هنا لا حنختار بسمبل راندوم ولا حنختار بسيستماتيك راندوم ولا حنختار حناخذ سامبل الاولى المرحله الاولى ستيج 1 حناخذ سامبل من هذين. نقول انا من 5 مكانات كم المفروض ناخذ السامبل بتاعي؟ نختار عشوائيا مثلا مكانين بطريقه سامبل راندوم. طلع لي المكانين بنغازي ميديكال سنتر وبنغازي دايابيتس سنتر. يبقى انا درت مرحله اولى درت عينه عشوائيه من السنتر. ما يقول لك ايش معنى جيت خذيت هذا؟ لانه عشوائي صدف طلع هو بطريقة سمبل. السنتر طلع عشوائي مش المريض. مش متساويات في النمبر.
اي طبعا هنا في البوبليشن مش متساويات. مرات انت ما تعطيه تقدر تديرهن بالتشانسز، يعني انت مثلا بتاع مثلا سيدي حسين عدد المرضى بتاعينهم ثلاثة اضعاف اللي في بنغازي ميديكال سنتر، تعطيه ثلاثة تشانسز، تكتب اسمه ثلاث مرات فيجد عنده تشانسز اكثر بثلاث مرات انه يطلع. مش هذه القصة، هي القصة في انك خذيت السامبل، ما تمشيش تقول بناخذ هذا. لو خذيت قلت انا بناخذ سيدي حسين هذه كونفينينت سامبل، انت خذيت اللي رأيتها انت مناسبة هي او اللي اسهل لك. لكن لو طلعت سيدي حسين عشوائي معناها هنا انت درت سامبل للمكانات قبل هي. هذا يسموها الفيرست يونت، طلعت عندك هيك. نعم ما انت قدامك حل من اثنين، يدير كل مكان دراسة منفصلة، يا اما تقول انا ابي دراسة واحدة تمثلهن كلهن. ما هي قد تكتشف بان طبيعة تقول هنا كلهن ما فيهنش اطفال الا هن الاطفال، معناها النتائج مش حتمثل الاطفال. مشكلة لو جت ابن سينا والاطفال مثلا باهي. ما انت مرات من البداية انت دراستك لو دراستك على الادلتس اصلا مستشفى اطفال مش حتاخذه بك، حتلغيه. لو دراستك على تشيلدرن معناها حتلغي المكانات اللي ما فيهنش تشيلدرن اصلا. باهي. فانت ليش قلنا من المهم من البدايه تحديد انت شو انت بتدير، باش تحدد انا من البوبيليشن بتاعي. انت هذه اعتبرناها بوبيليشن، حددتها انها تمثل سؤالك. لو البوبيليشن بتاعك انت اطفال معناها هذه غلط، البوبيليشن هذه دراستك بتديرها على الاطفال معناها البوبيليشن هذه غلط. ما قلت لك تو نقول لك لا هي هذه تو دقيقه بس هو في فين فرق واحد حنقولها لك تو هذا ايش ندمجت انت. لو مثلا نبي ندرس حاله في ليبيا ناخذ مدن ليبيا ونختار عشوائيا مدن من ليبيا وندرس هي هذ حنعطيك مثال حقيقي، انا طول اكزامبل اعطيك مثال حقيقي ندار. ممكن تعطيه بشكل البروبابيليتي انك تسحبه اكبر، لكن برضه مرات ما ينسحبش هو، طلع من القصه هنا. ما هي؟ لو حاس انت معناها ما ينفعش انك تدير بوبيليشن هيك مرات تقول لا انا لازم ندرس كل واحدين وحدهم. انت اللي بتحدد طبيعه سؤالك، انت من البدايه شو اللي في عقلك؟ سؤالك هو اللي يحدد لك البوبيليشن. انا شنو بنجاوب؟ السؤال اللي بنجاوب عليه بالريسيرش بتاعي شنو؟ لازم يكون سؤالك فيري سبيسيفيك، راهو واحده من المشاكل في الريسيرش الجنرال كويشنز. كل ما يكون الكويشن بتاعك جنرال كل ما احتمال الفشل فيه كبير. الريسيرش كويشن لازم يكون سو سبيسيفيك، عاده لازم تطبق عليه البيكو. اول حاجه بيكو هي بوبوليشن، بي بوبوليشن، من البوبوليشن بتاعك؟ فيري سبيسيفيك بوبوليشن. باي انترفنشن، بعدين كومباراتور، وبعدين اوتكم. شنو بندرس في من؟ بندرس مدى انتشار التسوس في سكان بنغازي جنرال. هذه حتضطر تمشي بطريقه كيف هذه وتطلع بنتيجه جنرال. لا انا بندرس تسوس في اطفال المدارس الابتدائيه في بنغازي. بيرس بس فيك نقدر ناخذ العينه منهم هم بس. بعدين دراسه اخرى نسبه التسوس في اطفال او في مثلا في طلبه المدارس الاعداديه في بنغازي. وين نسبه التسوس دراسه اخرى في طلبه المدارس الثانويه في بنغازي. بين نسبه التسوس في طلبه الجامعه في بنغازي. وحيطلع لك فارق وبعدين تقدر منهن هن تدير الجنرال. لو درت بالطريقه هذه حتطلع لك الجنرال بس نسبه التسوس في الطلبه في بنغازي اللي هي عباره عن متوسط بتاع هذوم كلهم. تقول لا بس ما يمثلش هذوم، طبعا ان كل واحد تدرسه بروحه بعدين انت لو تبيه له هو خاص. انت سؤالك شن تبي من البدايه، لازم هدفك واضح من من السؤال هو اللي يحدد البوبيليشن وبعدين تاخذ منه السامبل. فلو كلاستر يكون على كل كلاستر حدا ولا هول؟ لا غالبا الا لو انت دير لها ستراتيفيكيشن والا حتقعد عليها هول. حنجو هنا تو هذه ستيب 1، احنا حددنا هذه البوبيليشن ستيب 1 ستيج 1 او ستيب 1. خذينا عينه من المراكز، ما خدناش عينه من الناس هنا باهي. هذه يسموها هذا يسموهم البرايمري
يونت او الفيرست يونت. بعدين انا اذا كاني خذيت دراستهم كلهم اللي في المكان هذا تقدر اسمها كلاستر، لاني ما خذيتش سامبل من السامبل، خذيت كل السامبل، هذه اسمها كلاستر. وكاني خذيت منهم سامبل حتى هم تقدر مالتي ستيش. يعني كانك وصلت الستيج الاولى مع انت كانك خذيت تو اطلعوا مثلا 1000 هذوم في المجموعتين هذين مجموعهم 1000، خذيت ال1000 كلهم انا كلاستر، يبقى هذه اسمها كلاستر. كان قلت لنا حتى ال1000 هذوم مش ناخذهم كلهم، بناخذ عينه عشوائيه منهم اخرى تقدر مالتي ستيج. هذا ايش ندمجته مع بعضهم. المرحله الاولى كيف بعضهم سامبل من الهول بوبوليشن، هذه ستيب 1. كانك بعد ستيب 1 ستيب ثانيه خذيت كل اللي اللي سيلكتد، معناها هذه اصبحت كلاستر. عشوائي انت اخترت، عشوائي رقمت كلهن واخترت عشوائي، طلع لك هذين اثنين، قلت نبي اثنين بس، خذيت مرتين طلع لنا هذين اثنين، قلت هذين هن العينات العيادات اللي يمثلن كل العيادات، وحناخذ كل المرضى اللي فيهن يبقى كلاستر. لكن قلت لا، حناخذ عينه من المرضى اللي فيهن يبقى مالتي ستيج. وضح الدكتور هكي كي احمد راندوم لوحده منهن، ها مثلا قررت ان نبي اثنين منهن باهي، وخذيتها راندوم. حنجيب لكم مثال حي انا حاجه اندارت فعلا باهي. هذا مثال حقيقي، دراسه حقيقيه، هذا البوبوليشن بيزد راندوم سكرينينج فور كوفيد 19 ان بنغازي ليبيا في مايو 2020. هذه الدراسه اللي اندارت على في وقت طلعت الكورونا، وكان فيه كلام واحد يقولوا اصلا كورونا قاعده عندنا احنا ما ندرش عليها، واحد يقول لا اصلا جاتنا في الشتاء اللي فات قبل ما تجي حتى للصين. مش كان هيك الكلام يقولوا اوكي هم باهي. فكنا في ديلما في هذاك الوقت، فقلنا لازم نديروا بوبوليشن بيزد ستادي في بنغازي نعرفوا شنو وضعنا احنا باهي. فكيف درنا؟ طبعا ما درناهاش، احنا كنا في لجنه كورونا كلمنا في مركز بتاع الدراسات الاكتواريه يقوله اللي فيه احصائيين شغلتهم هذا، هم اللي دروا لنا الديزاين هذا بتاع السامبلينج. كيف درناها؟ ستيج 1 هذه مالتي ستيج، ها ستيج 1 خذينا 50% من كل السيتي ريجونز، يعني مشينا للبلديه وعطونا المناطق اللي في بنغازي كلها باهي كلهم درنا لهم ليسته تمام، واخترنا منهم عشوائيا 50 منطقه باهي 50% يعني نص المناطق باهي تمام، طلعن بالاسم للنص مناطق باهي. هذا هي كان طلعن 23 منطقه من مناطق بنغازي هن راندوم باهي. بعدين المرحله الثانيه جينا 23 منطقه واخترنا من كل منطقه 40% من المحلات اللي فيها، مش المنطقه مركبه من محلات باهي، تلقى مثلا البركه منطقه فيها محلات جوا باهي. هذا الكالكوليشن هذا في السامبل سايز، هذا دليلنا جماعه الاحصاء قالوا لازم تقعد هيك، لان احنا قلنا لهم حسبنا هم شنو داروا، حسبوا السامبل سايز في المدينه كلها قلنا 800,000، السامبل سايز طلعت 300 وكسر باهي، فاحنا قلنا احتياطا ضخمناه خليناه 600. قالوا باش تقعد انها تحصل 600 احسبوا لنا هيك هي ان 50% من المناطق باهي. ما نعرفش كيف داروا الكالكوليشن دارين هم، و40% من الاحياء في المناطق اللي اختارتهم باهي تمام. لكن كانها ناهي انا خذيت سامبل من مناطق بنغازي هذه المرحله الاولى، وبعدين انا ما خذيتش ما خذيتهنش كلهن اللي خذيت 50%، ولك هذا قلت كلاستر، خذيت منهن عينه حتى هن 23 من كل وحده، خذيت 40% منهن من الاحياء جوا، طلع عن 59 كوميونتي 59 محله من واسطهن. ستيج 3 برضه ما خذيناهنش كلهن، احنا سكان 59 محله، في كل محله قالوا ناخذوا افري فورث هاوس نبدو به باهي سيستماتيك. هنا بدينا في المرحله الثانيه هنا سيستماتيك سامبلينج داروا انتربال was selected starting from randomly selecting starting point. يقولوا مثلا جو ناخذوا starting point هي الجامع باهي، الجامع نعدوا رابع حوش هذا اللي حناخذوه، وبعدها 5 6 7 8 ناخذوه، وبعدها تقعد تمشي في الشوارع تخش وتطلع هيك تعد بالطريقه هذه نين تكمل العدد اللي مطلوب منك. قالوا طلع ان حناخذ 600 حوش باهي.
بعدين الحوش لما تجيه ما فيه اللي فيه خمسة وفيه اللي فيه عشرة، من اللي حناخذه من وسط الحوش؟ هذا الستيج الرابع، تمت كأنها سامبل من سامبل من سامبل من سامبل، هذه مالتي ستيج سامبلينج. ماشي؟ لكن لما اخترنا جوا في حاجة اسمها كيش سيلكشن جريد، سامعين بيها؟ باش نختاروا النفر من وسط الحوش استخدمنا الطريقة هذه. شنو هي الكيش سيلكشن جريد؟ راهي؟ يعني كان هذين فور ستيجز، هذين المناطق اللي اخترناهن اللي طلعن ال 23 منطقة هذين بأساميهن، راهي؟ وبعدين من كل واحدة منهن اخترنا المحلات. هذا الكيس سيلكشن جريد. شو يدير الكيس سيلكشن؟ جدول ثابت، هذا تلقوه حتى على النت تقدر تنزلوه. فيه الهاوس هولد باهي، وفيه الاليجيبل بيبلز. احنا قلنا مثلا نتخيلوا احنا بدينا خلينا الحوش الرابع باهي، وبعدين الحوش الثامن، وبعدين الحوش ال 12، صح؟ باهي جينا الحوش 12 باهي، فيها 12 هنا ما فيش، خلينا في الثامن باهي، والله في السابع اللي هي طلعت هنا السابع اللي ما ديروا عليه. الحوش اللي جاء عليه السلكشن بالطريقة الراندوم هو الحوش السابع. نجي ندقوا عليهم، كم واحد أنتم في الحوش؟ يقولون احنا مثلا 15 باهي، نقول لهم رقموا أرواحكم، أعطوني أعماركم، ناخذ أعمارهم كلهم ونرقمهم من الأصغر للأكبر. أصغر واحد فيهم هو رقم واحد باهي، اللي أكبر منا رقم اثنين، اللي أكبر منا رقم ثلاثة، وهكذا لعند آخر رقم عنده، تمام؟ وبعدين نجي للجدول هنا، خلينا ناخذهم بشيء نفس الجدول. اللي افترضوا العائلة فيها أربعة، أربعة أنفار، رقمتهم من واحد إلى أربعة، أصغرهم رقم واحد وأكبرهم رقم أربعة، والحوش اللي جاي هنا كان هو حوش رقم سبعة. ندير التقاطع ما بين عدد أفراد الأسرة وما بين دور الحوش. الكروس هنا جاء رقم ثلاثة، معناها اللي رقمه ثلاثة في الليستة هو اللي حناخذ. هيك راندوم هذا الكش باهي. طبعا شنو الرقم هذا؟ مش ضروري يمثل كل السكان بتاع الحوش. لو انا الدراسة بتاعي في على الادلتس والحوش فيه 15 وال 15 منهم ثمانية عيال صغار، مش هيخشوا، يبقى عندي الكبار سبعة اللي هم ادلت، هم اللي رقمهم من واحد الى سبعة. واضحة الفكرة؟ مش هنرقم العيال لانهم اصلا برا سكوب بتاع الدراسه، ما ينفعش نعطيهم رقم، ما ينفعش ناخذ منهم، تخششتهم في البوبيليشن بتاعي، ما ينفعش ناخذهم في ناخذ منهم سامبل باهي. ها لان الناس الصدي بتاعي على الادلت، يبقى حناخذ الادلت اللي في الحوش هذا بس، ونكون عندي ديفينيشن لكلمه ادلت من البدايه، مش كل واحد يعرفها بمزاجه. احنا ناخذ دبليو اتش او ديفينيشن، معناها اللي عمره 18 فما فوق، يعني اللي عمره 17 و364 يوم ما يخشش. عيد ميلاده بكرة، عيد ميلاده بكرة صح؟ ما يخشش، ما يخشش. ما لهاش علاقة. أنا في البيت الثامن، في البيت الثامن حناخذ اللي رقمه فيهم رقم أربعة، كل حوش حنرقمهم بأرواحهم، كل واحد كل ما نجي. أنا ما نعرفش أصلا كم فيه الحوش، نجي ندق عليهم، أنتم كم ساكنين مع بعضكم؟ يقول لي إحنا 10. يقولون باي اعطوني اعماركم كلكم، يعطوني اعمارهم كلهم، نرقمهم، نقول له انت رقمك واحد، انت اثنين، انت ثلاثه، انت اربعه، انت خمسه، باهي. ونجي للجدول نبحث، طلع لي رقم اربعه، نقول له انت نبي رقم اربعه فيكم، هو اللي حناخذه في العينه. بالطريقه هذه احنا جدول ثابت محطوط احصائيا. جدول هذا قاعد، الكش هذا تلقاه قاعد على النت تقدر تنزله، باهي. الكش جريد هذا يسموه، اللي دايره شكله هذا اسمه هيك يعني، باهي. مش كيش. هذه لما وصلنا للستيج الأخيرة، مش خضينا من جوا الحوش واحد، درناها بالطريقة هذه. لكن الطريقة كلها هي مشت في كم مرحلة؟ أربع ستيجز باهي، يعني سامبل من سامبل من سامبل من سامبل. لكن لو درت سامبل مرة واحدة وبعدين اللي طلعوا لي خذيتهم كلهم كلاستر، هذا ايش قلت لك انا كيف بعضهن دمجتهم باهي. لكن انا لو تقسمهن نوعين مختلفات، ها يا بابلشد هذا اصلا دراسه. وضحت الفكره هنا؟ لكن ما تعرفوش من اول اسائل كيف هي سهله،
لا انا مش متذكر كيف احسبها لان ما قلت لك هي لان هذه 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 ما هذا عليش انت قلت لكم مهم جدا كانك تبي دراسه ارقامها دراسه شاركت معنا فيها دبليو شو اصلا باهي بش دراسه تجد ارقامها قابله وتقدر تناقش بين وتتحدى بين الناس لازم تكون صح فانت لازم تشرك معك احصائي من الاول خشوا معنا هنا هم ك ك كاوثر لانهم هم اللي داروا الديزاين هذا باهي ما انا نعرف شو نديرها I don't know. أنا مش هنقول لك حاجة ما أعرفهاش ما نعرفش هم كيف يحسبوها في هذا كل وقت لكن هذه الميثودولوجي هيك اللي مشينا بها تمام وهذه قاعدة لما البيبر منشورة قاعدة هتلقوها وهتلقوا الميثودولوجي مكتوبة مش الحيشان كلهن يا محمد ما قلنا لا مناطق زوج الحوش لا ما قلنا أنت تبدأ بعد ما اخترت المناطق المنطقة فيها أنا بناخذ منها مثلا قلنا المنطقة هذه طالعة في الحسبة 20 حوش كيف نختارهن هنجي قلنا نبدو مثلا بعلامة مثلا مدرسة والله جامع ونقول نبدأ نعده كل رابع حوش ناخذه خذينا رابع حوش وبعدها خذينا ثامن حوش وبعدها خذينا مثلا الحوش الاثناش وكل حوش خذينا منه واحد باعتبار ان كل وحدة هذا العينة اللي تمثل المنطقة 20 حوش هذين يمثلا الحي هذاي تمام والشخص اللي خذيناه من وسط الحوش يمثل الحوش هذاي والاحياء هذين يمثلا كل احياء المدينة أو مثلا المناطق المنطقة والمناطق هذين يمثل مناطق المدينة والمناطق يمثل المدينة فهي عينة من عينة من عينة من عينة مش تقدر تعكس النتيجة على المدينة في النهاية باهي لو نديرهم ما كانش ممكن نديره سمبل كنا بالرقم السكان بنغازي من 1 إلى 800 ألف واللي جت عليه التخيل اللي جت عليه الرقم ومرت قاعد في مكان تقدرش تطقه أنت باهي قصر طبعا لما تصير لك حاجة هيك يشفت تمشي للي بعدها باهي في ديما في حلول لكن حلول كلهن بيزد على ساينتفك مش حل شخصي تديرها انت شطارة منك عشان هيك ضروري يكون الإحصائي معاك في كل بارت من الديزاين هذاي بيش تضمن انت نتائجك تقدر كيف اللي يحطوا فيهم دراسات يقول لك هذي نتيجة هيك تدير انت دراسة تطلع نتيجتها مش كيفهم ليش لان انت مش دير هذا كله هاتوا ايش صعب وبليش انك مش عارف عددها كم كيف هذه جيبي لي مثال لا هنا البوبليشن حتكون هي اليونيفرسيتي وانت بتشوف نسبه السموكرز ولا لا ولا سموكرز في ليبيا مثلا نعرف انت بتعرف ما هو شنو بتعرف انت سؤالك تبي تعرف كم خلاص يبقى البوبليشن هم الناس باهي كلهم مثلا تقول انا بنعرف نسبه المدخنين بين طلبه الجامعه صح يبقى البوليش بتاعي طلبة الجامعة نسبة المدخنين هذا هو النتيجة اللي بتكتشفها أنت كيف نكتشفها؟ تأخذ طلبة الجامعة طلبة الجامعة طلعوا 1000 تقول والله 1000 نقدر نغطيهم كلهم يبقى مش هتأخذ سامبل هتدير سنسس باهي قلت لا 1000 ما قدرش ناخذهم كلهم يبقى بناخذ منهم عينة عشوائية قلت بناخذ منهم 100 بس ونحسب كم 1% طلعوا مدخنين ونقول بما أن 100 هذوم طلعوا فيهم 20 مدخنين إذا حتى 1000 فيهم 20% اللي هم فيهم 200 مدخنين باهي فأنت لما متجدش عندك لكن تقول أنا بندير دراسة على المدخنين بس بنشوف مثلا مدى الانتشار معدل انتشار تسوس الأسنان باهي في المدخنين بأن المدخنين في هنا كم أنا منعرفهمش يا أما نترد لدراسة أخرى نطلع نسبة المدخنين كم في المية 20% وتقول معناها أنا عرفت هذا مجتمع نفسه وقريب منك جدا باهي يا اما انت تضطر تدير الخطوه هذه مسبقا انت اللي تعدي تدرس قبل تديرها ستيب 1 في الدراسه يعني دراسه مسبقه باش تحدد نسبه المدخنين في المنطقه هذه وبعدين تاخذهم هم تاخذ منهم سامبل وتديرها عشان هيك لما تجوا تشوفوا انتم الدراسات الكبار بتاع الماستر والبي اتش دي وكذا ما تقدرش هي بحث واحد هو تلقى بروجكت طلع منه 4-5 بحوث الخطوه الاولى تدير هذه وبعدها انت تستخدم نتائجها في هذه وبعدها تستخدم نتائجها في هذه باش تطلع في النهايه بالنتيجه النهائيه ال- 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 لما بتدير ريسيرش بتطلع منها نتيجه ذات قيمه قصه الاستعجال ونكمل بسرعه والاسهل والارخص هنا حتخرب كل شيء صح مرات نضطر نديروهم في الظروف كما يتوى مشاريع بتاع طلبه تمشي حاجه واثنين باهي لان في النهايه ما ندورش في ريزلت لكن لما تقعد تدور في ريزلت تبي تعاند بيها الناس تبي تكلم بيها حكومه تبي تناقش بيها العالم باهي ما
معناها لازم تكون so perfect هيك تصل حالك. لو لم نحسب من نشتغل على حاجة prospective إيش نعرف أنا توه؟ كيف مثلاً جيب لي مثال. effect بتاع درجة على الناس اللي جيهم ام اي مثلاً في السنة ليش تقدر تعرفها؟ أنت تشوف السنة السابقة كم تقريبا خش واحد ام اي؟ لا بس حيجد الفارق، في فارق لكن مش كبير. حتقدر أنت قرص لي عارف تقريبا في السنة كم واحد ام اي يخش عندك في المستشفى؟ والله يخش حدود 100. قرص لي يبقى البوبليشن بتاعي 100، مش حتفرق. لما شفتوا أن حطيناه 800,000 كم طلع على السامبل سايز؟ 384. لو درتهم 100,000 كانت هتطلع لك 384، لو درتهم مليون كانت هتطلع لك 384. ها؟ ما هو هنا يدير فيه الكالكوليتر، هذا مريحك من تيبل. راهو الفروق حيقدر مرات ليميتد باهي في الارقام الصغيره حيقدر واضح، بعد ما يكبر الرقم ماشي يفرق واجد السامبل سايز. ولما يقدر رقم صغير انت اساسا ليش تاخذ في سامبل؟ خذه كله باهي، مع السامبل هدفها تريحك من الرقم الكبير. تمام؟ كنت كبيرة ممكن هي كلها تقدر تاخذ. تمام؟ سنسس سنسس هذا ما اسمهاش سامبل، درست البوبليشن كلها سموه سنسس تعداد او سيرفي باهي كلها خذيتها. نجول النوع الاربع، هذه حكينا الاربع طرق اللي هن بروبابيلتي باهي. نجول النون بروبابيلتي اللي احنا نديروا فيهن عاده باهي، دو نوت ريبريزنت البوبوليشن قلنا هذا، لكن هي الموست، وهي الموست برون للبايس، لكنها اكثر حاله تستخدم. عندنا الكونفينينت سامبلينج هي الموست وايدلي يوزد ميثود. لو تبحثوا كل دراسات كم توا كل واحد يذكر اي بيبر دايرها، ايش معنى اختار يسال روحه ايش معنى اخترت هضوم؟ انت عندكش اجابه لروحك ايش معنى اخترت هيك هضوم اللي كان نقدر نطق فيه خلاص، يبقى كونفينينت هذه معناها هذه مناسبه لك انت، لانها اسهل، لانها اقرب، لان هذا المتوفر كونفينينت سامبل باهي. معناها اولا معناها برون للبايس، وبالتالي دو نوت ريبريزنت البوبوليشن. ما تجبرنيش بنتائج دراستك اني نعممهم نقول استعملهم، اه هم دايرين دراسه ومطلعين بها، هذه تمثل بس السامبل بتاعك اللي هي كما قلنا اخترت انت المدرسه اللي جنبك، ولا اخترت المرضى اللي في العياده بتاعك، ولا كلنا نديره هيك. مش الدراسه ما تنفعش، الدراسه سليمه لكن نتائجها غير قابلات للتعميم على الاخرين. هاي قد تصدف ان يطابق النتائج الاخرين لكن ما فيش ما يضمن، بالتالي ما تقدرش تدوي بثقه بان هذه هي النسبه في البلاد كلها، هذه النسبه في البوبوليشن اللي درستها انت في مستشفاك انت. باهي اطلع لي انا نقول لكم مثال باهي. زمان درنا دراسه على الكروس سكشنال ستدي، كانت على الدي كي اي باهي في مستشفيات بنغازي، خلينا كل المستشفيات في هذاك الوقت بما فيهن البرايفت كانش وجدات هذاك الوقت باهي، وشفنا حالات الدي كي اي اللي خشن فيهن خلال السنه كلها، وقعدنا نحسبه في المورتاليتي. متوسط المورتاليتي في مستشفيات بنغازي كانت 10%، يعني 10% من حالات الدي كي اي موتن. لكن لما جي لي كل مستشفى بروحها، مستشفى اطفال كانت 0% المورتاليتي، ومستشفيات الباطنه كانت 15% مورتاليتي باهي. فكان في فرق لكن الاوفرول كان 10%. ليش؟ طبعا يفرق اولا طبيعه المريض، مرضى بتاعين الادلت هم اصلا الايج بتاعهم اكبر، هم عندهم كوموربيديتيز وبالتالي they are prone more to die من مرضى بتاعين البيدياتريك اللي هم يانج وهيلثي. قد يكون الكواليتي اوف سيرفيس تفرق، قد يكون الناس اللي تعالج في الدي كي اي في الاطفال كانت احسن من الناس اللي تعالج في الدي كي اي في الادلتس. هنا حيبدا يطلع عندك فروق. لو انت درت الدراسه بس على الاطفال وطلعت 0% وقلت انا نقول لا اصلا في بنغازي نسبه الوفيات 0% مش حقيقيه، لان هذه تمثل الاطفال ما تمثلش كل بنغازي. ولو درتها بس في الادلت وطلعت 15% وقلت نسبه الوفيات من ديكي في بنغازي 15% ما هيش حقيقيه، لانها تمثل الادلت بس ما تمثلش البيدياتريك. ولما خلطناهن مع بعضهن المين طلع بتاعهن كم او الافرج بتاعهن طلع 10، فالعشرة تمثل المتوسط في المدينه
لكن لا تمثل مستشفى أطفال ولا تمثل هذا باي. تمام. الجادجمنتال أو البربس سامبلينج هذه عادة يديروا فيها غالبا في الكواليتيتيف ستاديز. يعني باي تخيل أنت تبي تشوف وجهة نظر مدراء المستشفيات باي في مشكلة مثلا تدني مرتبات الأطقم الطبية، هاي تبي تأخذ عينة من مدراء المستشفيات. قلت والله بنغازي فيها مثلاً 15 مستشفى، أنا بناخذ عينة مش ناخذهم كلها. وقلت لا أنا مش هنمشي مثلاً نقول كم في مستشفى بنغازي، أعطوني رقم أنتم أحسبوا العام والخاص. أنا قلتها أصلاً، قلت لك أحسب العام والخاص. ها؟ قول 20 باهي. تعدي بتسأل مدير مستشفى خاص على رأيه في تدني مستوى الأجور للأطقم الطبية في المستشفيات العامة، مش علاقته هو صح؟ حتلقى روحك تسيب فيه أنت، تقول لا أصلا مش هناخذه هذا، أنت سيبت عن قصد، أنت جدت جادجمنت، من اللي يقدر يجاوب سؤالي وما اللي ما يقدرش. واخترت قلت لا أنا هنختار المستشفيات الفلاني 1 2 3. ليش؟ لأن هضم هم فيهم المدراء اللي يقدروا يجاوبوا على سؤالي، الآخرين في المدراء ما يقدروا يجاوبوا على سؤالي. فهذه جادجمنتال السامبل بتاعك، وما هيش غلط هنا هي، لأنك لو سألت الشخص الخطأ حيعطيك إجابة خطأ حتأثر في نتيجة البحث. البوبوليشن مدراء المستشفيات باهي، مرات حتى مدراء المستشفيات العامة اكتشفت أن فيه 3 مستشفيات مدراءهن جدد أول مرة يمسكوا الشهر اللي فات. ما أنت قاعد تتغير، أنت بعد ما قررت، أنت قررت بعد ما مشيت بتاخذ السامبل اكتشفت أن هذو جدد ما يعرفوش يجاوبوا جديد، ما زال ما كونش خبرة ولا يعرف يجاوب على السؤال، حنحوله. فتمت السامبلينج بتاعي تمت فيها جادجمنت مني أنا، من مناسب والله مش مناسب هاي. وغالبا هذه كما قلت لكم في الاعداد اللي تقدر صغيره وحاجات من نحظها، مش في الالاف ولا ني. الكوتا سامبلينج تشبه لو بدنا مثلا انا نبي تعين الدايابيتس في عضو معين، هل ما انت كانك تبي تاخذي عينات من المرضى، عندك عدد واجد مرات باهي تاخذي، بتاخذي عشوائي. لكن لو تبي تاخذي راي قلت لك بتاع مدير بتاع مثلا حاجه هكاهي، هم محدودين اعدادهم اصلا، بيكلم على بعضهم 10 15، بس فيهم وحدين ما ينفعش نسالهم لاني انا عارف فيهم مشكله او ما كنتش نعرفها مسبقا، قررت لما جيت لقيت هذا مش هو الشخص المناسب للاجابه عن السؤال باي، ما يعرفش حتى مرات اللغه ما يعرفش ادويه اللي بنساله بها، ما بعرفش تفهمنا وياه، حولت باي. مش لان المكان هو ما ينفعش، بس لان الشخص اللي بيتعامل معه ماهوش مناسب، نتيجة اللانجوج بارير والله الاكسبيرينس تاعه ضعيفة وما يقدرش نسأله. أنت تميت تقرر من تخشش من لا بالجادجمنت، بالتقدير هذا مناسب ولا مش مناسب. لا مرات بعد ما بديت، مرات أنت ماشي ماكش عارفة أصلا باهي، تفاجأت بالشخص مغيرينه، كنت عابي على فلان هو المدير الشهر هذا غيروه، مشيت لقيت واحد أصلا مش فاهم شيء مازال جديد، يقول لك والله ماني عارف والله ماني عارف ما زلت كيف ماسك أنا، يبقى حولت أنا من السامبل قلت ناخذ الآخر. على اي اساس؟ بالجادجمنت باهي، جادجمنتال هذه قلنا ما هيش في الدراسات اللي هي كوانتيتيف وفيهن سامبلز كبيره، هذه غالبا تصير في الكواليتيتيف واللي فيهن اوبينيون، جماعه البزنس الاداره وكذا لما ياخذوا في اراء ومش عارفين ياخذوا في اعداد محدوده، الكواليتيتيف عاده السامبل بتاعها اقل من 30 باهي، فهم ياخذوا في النون بروبابيلتي هذه. لكن لما بتدير حاجه فيها احصائيات مش تقعد سليمه، تحتاج للبروبابيلتي. الكوتا سامبلينج تشبه قلنا بدري للستراتيفايد سامبلينج، يعني نبي نقسمهن ميل وفي ميل نورموتنسيف وهايبرتنسيف نفسها، بس بدري حنقسمهم بنفس الطريقه اللي بدري، لكن لما جينا نختاره من وسط الفي ميل بدري اخترنا كيف؟ يا راندوم يا سمبل راندوم يا سيستماتيك راندوم، من وسط الميل الهايبرتنسيف اخترنا يا سمبل راندوم يا سيستماتيك راندوم صح؟ هنهي لما جينا نختار من وسط هذول نختار بالكونفينينس ميثود. العشرين الفيميل مش هناخذ بسيستماتيك راندوم والله، ناخذ اي وحده مناسبه لي، اقرب وحده لي خذيتها وخلاص.
فهي نفس استراتيفايد بس الاختيار فيها مش بالسمبل راندوم ولا سيستماتيك راندوم، الاختيار فيها بالكونفينينت سامبلينج، هاي يسموها الكوتا سامبلينج. اخر نوع الفولنتير سامبلينج او السلف سيلكشن. طبعا هذه اساسيه الميثود هذا في الـ في الراندومايزد كنترول ترايل. السامبل بتاعي انا ما اختارش عشوائي، الناس تتطوع يعني بنجرب عليه ادويه يضم مرات يموتوا، ما نقدرش نختار واحد عشوائي نقول لا جت عليك تعال نجربها فيك تصير، ما تقدرش، لازم الناس تتطوع، هذا يسموه فولنتير سامبلينج. لكن النوعيه اللي تتطوع هي نوعيه مميزه من الناس اللي عدي تبي يرضى انك تجرب عليه دواء جديد، الله اعلم مرات يقتله حتى، كيف لما داروا طول الفاكسين بتاع الكورونا في عزها بترايل كيف داروه، الناس اللي بيجي بيجرب الفاكسين على روحه نجربه ما زال مش عارفينه يشتغل ولا لا، مرات يقتل الفاكسين هاي جربت عليه هو. هذوم ناس عندهم مواصفات خاصه لا قد تكون ليس بالضروره انهم يمثلوا كل البوبيليشن، هذا عيب يعتبر، لكن ما عندكش حل ثاني في الـ في الـ في الـ بعدين بعد ما هذا ايش يديروا في البوست ماركتينج ستادي، البوست ماركتينج ستادي انه بعد ما استخملت الدواء في المجتمع هنا تم فعلا يمثل الناس كلها، نبدا نشوف بدنا يجن، لذلك تطنوا في سايد افكت ما اكتشفوهمش الا بعد تسويق الفاكسين. ليش؟ لانه اتخذ في اعداد كبيره اكبر من اللي استخدمه في الدراسات فيطلع الحاجات النادره، ولان تعرضوا للناس ما كانوش في السامبل في اساسا، وبالتالي تعرض نوع اخر من البشر. فاهي فالفولنتير سامبلينج ان الناس تتطوع. مثال اخر، لما احنا درنا البوبليشن بيز ستادي هذه بتاع الكورونا اللي قلت لكم درناها بالمالتي ستيج، في نفس الوقت دروها في مصراتها، باهي الميثودولوجي اللي اختاروها في مصراتها اختاروا هذا، قالوا احنا القصه هذه معقده وتصرف واجد ونيمه، احنا حنديروا فولنتير، داروا اعلان احنا عندنا تحليل بتاع الكورونا اللي يبي يجي يحلل يجي. باهي طبعا طلعوا هم فيها، طلعوا فيها نسبه عاليه طلعت عندهم نسبه الاصابه، باهي مش لان هذه نسبه الاصابه في المدينه، لان غالبا الناس اللي كانت تجي هو اللي شاك في روحه عنده اعراض او عنده كونتاكت مع حد ويبي يطمن، فهنا كان في بايس سلكشن بايس، انت جمعت الناس اللي هم هاي ريسك كلهم معك وبالتالي طلعت نسبه عندك عاليه، بس النسبه هذه ما تمثلش المدينه، في المدينه اقل واجد من هيك، بس هذه لانه صار سلكشن بايس. تمام واضحه الفكره هيك؟ شنو حد سال دوا حاجه تو؟ لأن الاثنين إثيكال، لأنك حتى في الأخرة أنت ما تفرضش عليه، ما زال هو موافق ريفيوز يقدر، في ناس رفضت عندنا احنا لما كان ريفيوز كنت ناخذ الرقم اللي بعده، باهي لما واحد يرفض تاخذ اللي بعده، عندنا قاعدة احنا، مرات يرفض كشخص مرات يرفض كحوش، مرات حوش تدق عليه تقول ما يقول لك لا آسفين، الحوش كله رفض يعتبرك نمشي الحوش اللي بعده، مرات الحوش قبل وجاء الرقم على أحمد واحمد قال لا نمشي اللي بعدها في نفس الحوش، باهي فانت وارد في الـ في الـ في السلكشن ان شخص يرفض تمشي للرقم اللي بعدها، باهي تمام. شوفوا هذا، شوفوا هذه نايس، بيختار سوريا هو باهي يلبسها دقيقه دكتوره بس شوفي هذه تونا بعدين مش هي اللي يبيعها اللي جاء عليها العد. هذا سلكشن بايس حاط اللي يبيعها في المكان اللي جاء عليه العد.